غلق القاعة الرياضية لرياضة كمال الأجسام بمركب 19 ماي 56 بعنابة طال أكبر وأحدث قاعة رياضية لكمال الأجسام في الجزائر باستثمار خاص يفوق 10 مليارات سنتيم من تجسيد شاب عنابي مغترب بهولندا قاوم المستحيل ليجسد مشروعه بمسقط رأسه، غير أن إرادة البيروقراطية مشت عكس التيار وأطفأت شمعة حلم نبيل 3 سنوات فقط منذ تدشين المشروع الذي حضره شخصيا وقتها الوزير الدكتور تهمي. مشكل ما كنا نطرروه يعني بكل صراحة ما كناش، لكن يعني الأمر يوصل لدرجة نتاع يعني قاعة نتاع صلاح نتاع رياضة حاجة تاع خير يعني للمجتمع ككل تغلق بأي سبب ولا فهمت كان قرار تقفل الصالة وحنا ما فهمناش طلعوها تقفل، كان مديرين جيو نترينيو الأمن الوطني درك ميليتير جيو نترينيو وتما الناس كل جي تونتريني فيها الصالة دي شوية شيخ كبار ناس مرضى يجان لما ناس ياسر حنا نطلبوا يحلونا الصالة باك جينا نونترينيو نديرو في سبور ما نديرو في حد شي، حنا حنا جايين نديرو سبور وفضل تما حاجة ملاحة هادي بعد ما عبد يجي يدير سبور يدير حاجة ملاحة وزير الشباب والرياضة هكذا جا لهنا وهضرنا مع عرف بروج عرف السجي هذا قلنا شكون اللي قال لك انت راح تقفل الصاله دي، احنا جاء امر بصح ما عبالنا شكون هذا يقول هذا وما عبالناش اكزاكت من عند من ولا كوز ما عبالناش على واه. لجنة التحقيق الوزارية المسخرة بطلب من مدير الشباب والرياضة لولاية عنابة لأغراض مجهولة فسرها الكثيرون بالمغردة وهم يؤكده إلى حد بعيد موقف لجنة التحقيق الوزارية التي رفضت تقديم أي توضيحات عن قضية غلق القاعة الرياضية لمركب 19 ماي 56. بس عم جيت أنا خدش نهضر عنابة عم بك فيها غير الظلم عم بك مجيت الشباب والرياضه كاين مديريه شباب والرياضه بصح ما كاين والو الخدمه ما كانش دي بروجي كي نحكي على سال دو سبور حلت اون 2012 ودركا كابك لو تيرم دو كونطرا لو 28 فيفري صافي دوك 3 سنين من راهي تخدم كان بك مده 3 سنين هذيا الصاله هذيك كي جبت حاجه قاعد ربي فيها كي بدات تكبر عطاوها صافي هذو هما لي بوين فور تاع تاع الادارات في عنابه ستو كان بالك واش يخص الرياضه ما عندي ما نحكي الرياضيون المنخرطون في نادي كمال الاجسام وحتى لا يقتل امل الرياضه بولايه عنابه ناشد وزير الشباب والرياضه بضروره تجميد قرار غلق القاعه كما طالبوا من الوزير تهمي تذكر احتفاليه تدشين هذا المشروع الذي وعد بدعمه حينها بكامل الوسائل الماديه والمعنويه.